السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ اسلام؟ اهلا وسهلا ومرحبا. انا بتكلم من اسكندرية، انا باخد كلامي كله يعني انت، يعني ربنا فوق وانت تحت، على طول باخد الله يسترك، ربنا كلامك يكرمك. كده يعني ما بيرضي الله. اتفضلي. انا متجوزة وعندي 3 اولاد ومخلف، متجوزين ومخلفين، ما شاء الله. وجوزي بقاله 12 سنة متوفي وانا كان عندي 38 سنة. نعم. اتجوزت بعد 5 سنين من وفاة الزوج، نعم. اتجوزت سنة وما يعني ما حصلش نصيب وسبته، وبقالي 5 سنين دلوقتي من غير جواز. هل أول انا افكر في الجواز ثاني، هل حرام ولا حلال؟ اطلاقا ما فيهوش العيب حرام. اكتر من اسمعيني اسمعيني يا ست حنان، ما تقفليش، خليكي معايا. ما فيهوش حرمانيه، بس احنا دلوقتي عندنا ولاد وولاد كبار، وشايفينك ان ماما هتتجوز تاني، انت اتجوزتي مرتين. فتقعدي مع اولادك وتاهليهم للحاجه دي. احيانا بتبقى حاجات حلال جدا بنعملها بطريقه تعمل لنا مشاكل، فتبقى سبب في انها تكون حرام. يعني انت صبحت الصبح جم لقوا ماما انت اتجوزتي، هيقطعوكي. لكن انت من حقك، بالاسم بتاعهم، هم بيبقوا عارفين ان انا هتجوز، بس بيقولوا لي لا ما تتجوزيش. وحياة ربنا مش حرام يا ست حنان، حرام مش حرام، يعني انا لو انا مش اتجوزت حرام، مثلا مش هم حرام، رفضوا. مش حرام. طالما انت جهزتي اولادك وفهمتيهم، خلاص حقق يعني حقك ان تتزوجي. طب انا برضو ليا سؤال تاني، هل اتفضل. الجواز العرف الشرعي يعني باذن اولادي مش قيمتك يا حرام امي، ولا مش حلال؟ قيمتك يا امي، مش قيمتك يا امي. هتتجوزي عرفي ليه؟ مش قيمتك يا امي. انا بس بسألك برضو، يعني لا احنا بعد لا، عرفك لا، عرف الديك اه، يعني انما عرفك ده لا ابدا. مفيش يا امي الجواز عرفي، ده اللي شاري ست يتجوزها بما يرضي الله. حته عرفي ومش عرفي دي، شكرا، خلونا ندي للزواج قيمته وللزوجه قيمتها. يا استاذ سعيد،